أن هذا المركز اللي يعتبر من المراكز المهمة هنا في المنطقة الشرقية وتحديدا في الدمام، هذا المركز مركز براعة القمة، يقدم خدمات كثيرة جدا لذوي الإعاقة وتحديدا الفتيات وأيضا الأطفال من ذوي الإعاقة. ما شاء الله، يعني في هذا المركز هنا هذه إحدى البنوتات، ما شاء الله. يلا خلينا نبدأ فيها، تفضل. اليوم المال تحدي تيبي أن يوم أغنية فلسة. يا سلام عليك، شوف هذه يعني هذه أجواء المركز، وهذه يعني الفتيات أيضا تقدم لهم برامج مختلفة. دعنا نتحدث أكثر عن ما يقدمه هذا المركز مع الدكتورة هاجر الخالدي، وهي مديرة مركز براعة. دكتورة هاجر، يعني ما شاء الله خدمات كبيرة تقدمونها في هذا المركز، كلمينا عن أبرز ما يقدم في مركز براعة القمة. بداية حياكم الله في مركز براعة القمة، وشكرا لحضوركم هذه الثقة الكريمة. طبعا مركز براعة القمة انطلق في عام 2017، احنا نقدم خدماتنا للأشخاص من ذوي الإعاقة سواء كان ذكور أو إناث. طبعا الذكور نستقبل من سنتين إلى 12 سنة، والإناث من سنتين إلى 47 سنة. طبعا أنا كشخصي كهاجر، بحكم أني موجودة في ميدان التربية الخاصة تقريبا 18 سنة، فاهتماماتي في برامج التأهيل المهنية كان حلم، واللهم لك الحمد الحلم هذا صار واقع، اني قدرت اسس ورش مهنيه بحيث نخدم الفتيات من فوق سن 14 سنه بحيث ناهلهم لسوق العمل. رساله شوي كانت صعبه، لان دائما صناعه الانسان يعني تتطلب جهد كبير، لكن اللهم لك الحمد قدرنا فعليا نخرج 3 فتيات من ذوي الاعاقه ودمجناهم في سوق العمل. أنا وجدت عندكم بأنه في برامج كثيرة يعني هدفها تأهيل وتدريب، ربما جعل يعني الفتيات من ذوي الإعاقة أشخاص فعلا منتجين، وأنتم حققتم أيضا جوائز في هذا المجال، لو تحدثين عن جانب التأهيل تحديدا. طبعا احنا بالنسبة للتأهيل عندنا ورش مهنية، عندنا ورش مهنية ثابتة طبعا تخدم الفتيات في فترة البرامج الصباحية اللي تكون على نفقة الوزارة، وعندنا برامج مسائية تكون مجانية للفتيات اللي مثلا ما جاهم قبول، أو مثلا نسبة الذكاء ما تساعدهم في قبول الوزارة، فعشان ما ينحرموا من هذه الخدمات صرنا نقدمها لهم الفترة المسائية. أنا أشوف ما شاء الله، شوفوا البنوتة هذه لو تطلعها، ما شاء الله بنوتة جميلة، وأنتم أيضا المعلمات الموجودين في هذا المركز يعتبروا يعني كفاءات عالية جدا، لو تحدثين عن أيضا الكفاءات الموجودة ومثل هذا الفصل اللي موجودين فيه الآن ماذا يقدم؟ طبعا بالنسبة للموظفات حلو أنك فتحت الفرصة أني أقدم لهم رسالة شكر من بعد الله سبحانه وتعالى، لو وجودهم ووقفتهم وجهودهم معنا ما كان قدرنا يعني نحقق هذه المسيرة في هذه الحياة، وأن تكون براعة القمة بصمة موجودة في المجتمع أو في مجال التربية الخاصة. طبعا احنا بالنسبه للكادر الوظيفي كلهم متخصصات، الكادر 100% سعوديات، في كلهم في تخصصات تربيه خاصه داخل فصول، اخصائيات نفسيه في برامج تعديل السلوك، نطق تخاطب، علاج وظيفي، علاج طبيعي، الكل مؤهلات بمجال تخصصهم بالاضافه انهم سعوديات. احنا الدكتوره شكرا جزيلا لك، بناخذ ميعاد، ميعاد تعالي، هذه احدى الفتيات يعني المستفيدات من هذا المركز، وما شاء الله عليها ميعاد مبدعه وفنانه في عده اشياء. ميعاد، اولا كلميني عن المركز وش رايك في المركز؟ حلوه، واتعلم في المركز، واتعلم الحاسب والخياطه وتكبات وحاسب ورسم. يعني الان انت تعرفي ما شاء الله مثلا الخياطه خلاص تقدري تخيطي؟ اي اقدر اخيط. كيف تشوفي تعامل المعلمات في هذا المركز والاداره بشكل عام؟ يعني حازم يعني أحد يعني هل تشوف إن قاعدين يدعموك ويتابعوا معاك؟ بعدين تفضلي ميعاد، إيش رأيك في دكتورة هاجر؟ حلوة. ماما هاجر، طيب دكتورة يعني ما شاء الله أنتم قبل أن نختم هذه الفقرة، يعني ما هي الرسالة وما هي الأهداف المستقبلية لديكم في المركز؟ طبعا إحنا رسالتنا زي ما قلت لك، إحنا نؤمن في صناعة الإنسان، يمكن اخترنا صناعة الإنسان شوي موضوع شوي صعب، أنا شخص من ذوي الإعاقة، لكن أنا مؤمنة إيمان كامل أشخاص ذوي الإعاقة أشخاص قادرين ومتمكنين، بمجرد من نوفر لهم البيئة المناسبة والمنهج المناسب والدعم النفسي. فرسالتنا أن هذا هم، نتمنى أن المجتمع يفتح أبواب لهم، يساعدنا فعلا في تأهيلهم وفي توظيفهم.
يوفقكم ان شاء الله ولا مزيد من التألق. انا الله يحفظك، انا باجي عند البنوتات هنا. ها خلاص، وش رايك؟ وش اسمك؟ انا فاطمه. هذا كل قبط معك. وش اسمك؟ سحر التيبي. التيبي تقول. وش اسمك؟ ابوبو. طبعا هؤلاء البنوتات هم بالتأكيد يعني من الأشياء الجميلة في هذه الحياة، وجميل أن يهتم المركز بمثل هؤلاء الذين فعلا يحتاجوا إلى متابعة، فألف شكر للقائمين على هذا المركز. ثامر أعود إليك. يعطيهم العافية على ما يقدمونه في هذا المركز، يعطيك العافية أخي محمد على هذه التقدير.